الكأس رابطة الإنجليز المحترفة الدور الثالث نيكولان سيتي ليفربول وين يفوز بال كما نقولوا احنا بالنتيجة بالشباب بالرادي في النادي يفوز بالنتيجة والأداء يعني كانت مباراة وليفربول يصنع الحدث باللعاب الرديف او اللعاب الاول يعني نقولوا بلي اليوم وين ليفربول يكشر على انيابه بالحقيقه وشنا كيفاش اليوم وين بدا لعب بالرديف وعرف كيفاش يفوز على هذا النادي لي كونين سيتي شنا كيفاش الدقيقه التاسعه شاكيري الذي سجل الهدف في الدقيقه التاسعه توكامي الذي سجل في الدقيقه 18 جوناس الذي سجل في الدقيقه 32 في 36 جوناس يعود ويسجل في الدقيقه 36 توكامي يعني نقولوا بلي يعود ويسجل الهدف الثاني والخامس له في الدقيقه 46 65 ماركو الذي سجل الهدف في الدقيقه 65 يعني نقولوا بلي اليوم كلوب وين دخل بخطه محوده اللي يلعب بخطه 3 4 3 3 يعني خطه شنا كيفاش نبي كايتا شنا فابيو شنا ديغو كوستا يعني نقولوا بلي في غياب نقولوا في غياب النجوم ليفربول امثال صلاح امثال ماني امثال يعني شنا ديغو شنا مينال شنا توكامي شنا كيفاش كورتيس شنا ماركو شنا شاكيري شنا وين فونتين وين خرج في الدقيقه 46 شنا كيفاش ليام من جانب نيكالون سيتي يعني نقولوا بلي شنا توم هابير اللي دخل في الدقيقه 60 يعني شنا نقولوا بلي اليوم وين هذا النادي وين عانى الكثير شنا كيفاش تياو الذي قلص في الدقيقه 60 شنا كيفاش مونتاسوم اللي أضاف الثاني في الدقيقة 67 يعني نقولوا بلي لعبوا من أجل اللعب وفقط وين تلقاو صعوبات بالفريق الرديف تاع ليفربول وعرفوا كيفاش وين عانوا يعني عانوا أمام فريق ليفربول فريق اللي نقولوا بلي راه يلعب بطريقة ذكية خاصة مع كلوب وين نقولوا بلي يلعب المباريات نقولوا يلعب مباريات سهلة بالفريق الثاني والثالث يعني يلعب بالفريق الثالث وشنا كيفاش الخطة تاعو وين دار في الوراء في الخط الدفاعي وين دار فوندان يعني عرف كيفاش يدير في الدفاع يعني وين ربد كلش وخرج بعد ما اسيرا والنتيجه بربع اهداف في الشوط الاول شنا كيفاش خرج في الشوط الثاني يعني هذه هي المباراه وين نقولوا بلي ليفربول اليوم ما عطاو ولا فرصه لهذا الفريق سيتي من ما عطاوش ولا فرصه نقولوا بلي ما عطاوش سجلوا هدفين بعد تراجع شويه اداء تاع ليفربول التغييرات اللي دارهم المدرب كلوب وين شناهم كيفاش انتهت المباراه مباراه اللي كانت صعبه على نيكولان في السيتي في هذه المباراه امام ليفربول وين مستوى راقي جدا شنا كيفاش خلاو النادي هذا الصغير يلعب يجري وراء الكره وين نقولوا بلي ليفربول اليوم لعب بطريقه ذكيه طريقه عرف كيفاش يسجل اهداف كل سجل نقولوا سجل اهداف بطريقه ذكيه طريقه سهله سجل اهداف بطريقه سهله هذه هي المباراه وين نقولوا الدور الثالث نيكولان سيتي ينهزم امام ليفربول بنتيجه ثقيله في الدور كاس رابطه المحترفين الانجليزيه.